السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: إعادة العد والفرز، من المستفيد؟ مشاهدينا الكرام، يمكنكم مشاركتنا من خلال الاتصال بنا عبر أرقامنا التي ستظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تتيح لحضراتكم المشاركة معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا في هذه الحلقة. نأتيكم مشاهدينا الكرام بتتابع الأحداث منذ جرت الانتخابات وحتى هذه اللحظة، ولكن بعد فاصل قصير. وقوف من جديد لإعادة العراق إلى الركب الدولي، بلدا قائدا متصدرا سيدا. باب شرف قبة دكتور سليم الجبور كومبارس. أخي كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومبارس يجملون المشهد، كل واحد يحاول أن يرضي جماعته يحصل له كم وظيفة. نحن لسنا جزء من صناعة القرار والسلطات، هل حد شي باقي كل كلاوات؟ كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومبارس. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بعد انتهاء الانتخابات في العراق وظهور فضائح التزوير في كل مكان، وبعد أن أشارت معظم التقديرات إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم تتجاوز 25%، إلا أن المفوضية مفوضية الانتخابات أعلنت ارتفاع نسبة المشاركة إلى 44%، وذلك بعد زيارة السفير الأمريكي لأحد مراكز الاقتراع في فندق الرشيد كما تم تداول هذا الخبر. في حين قال الخبير الأمني هشام الهاشمي أن نسبة من شاركوا في الانتخابات هي 17.5% فقط. وبعد هذه الفضائح خرج البرلمان بقرار إلزام الحكومة أو إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج. بعد ذلك قام بإقالة أعضاء المفوضية ليأتي بقضاة منتدبين ليعملوا على العد والفرز اليدوي بأنفسهم. وهنا بدأ الخوف يتملك من شابتهم تهم التزوير، طبعا من الجهات التي رشحت نفسها للانتخابات كأحزاب أو أفراد. فحرقت بعد ذلك صناديق الاقتراع بجانب الرصافة في العاصمة بغداد. وختاما، وحتى لا نطيل عليكم الحديث، أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق تأييدها لقرار مجلس النواب بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، فيما أكدت رفضها لإلغاء أصوات الخارج والنازحين والتصويت الخاص في منطقة كردستان العراق. طبعا لدينا مجموعة من الأسئلة مشاهدينا الكرام نطرحها على حضراتكم بهذا الصدد: لمصلحة من إعادة العد والفرز اليدوي؟ ولماذا هناك أطراف تقاتل حتى لا تعاد عمليات العد والفرز؟ وهل هذه العمليات لإعادة عد وفرز أصوات الناخبين في العراق قد تأتي بمنفعة أم قد تحدث حربا أهلية؟ وبتاريخها المعروف منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، هل خدمت المحكمة الاتحادية الشعب العراقي بأي قرار خرجت به سابقا؟ فكيف ستكون قراراتها في خدمة العراقيين بهذا الخصوص، طبعا بقضية إعادة العد والفرز اليدوي؟ طبعا العضو اللجنة القانونية النيابية زانة سعيد قال إن اللجنة القضائية المشرفة على مفوضية الانتخابات لم تباشر بعملية إعادة العد والفرز رغم وعودها بالمباشرة يوم الأربعاء، أي يوم أمس. طبعا أضاف أيضا أن إعادة العد والفرز اليدوي سيكشف عن تزوير هائل في كردستان العراق وبعض المحافظات الأخرى، ورجح إتمام العملية خلال أسبوع واحد من يوم مباشرة اللجنة المختصة. وأيضا أشار في الوقت ذاته إلى أن إعادة الفرز اليدوي سيكشف عن تزوير هائل كما ذكرنا قبل قليل في كردستان والمحافظات الأخرى. معنا اتصال. معنا السيد أبو عبد الله من لندن. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، تعرف سلسلة التآمر على الشعب العراقي يعني من قبل الغزو الأمريكي، يعني بوش يعني كان وتوني بلير كانوا يتباهون عندما اجتاحوا العراق. نعم. وعندما ضربوا القوانين الدولية بعرض الحائط يعني كانوا يتباهون عندما أجريت الانتخابات العراقية، يعني كانوا يقولون أنه أول عملية ديمقراطية حرة تحدث في الشرق الأوسط في العراق. فإلى الآن هذه الانتخابات يعني رأينا كيف تم التزوير وكيف أتوا بعملاء وخونة، يعني الأمريكان والإيرانيين يتقاسمون الكعكة.
هناك في على مثل ما قال حنان الفتلاوي كلنا شاركنا في تقاسم الكعكة. فالآن الظاهر يعني حتى لو تم الفرز العدل اليدوي أيضا سيأتون بأشخاص يكون يعني مرغوب بين الطرفين يعني بين أمريكا وإيران. فأنا يعني برأيي يعني بالنهاية يمكن القول بأنه عملية إعادة العد والفرز اليدوي وإن كشفت تزوير لن تخدم المجتمع العراقي بأي شكل من الأشكال، والأمريكان يريدون مزيد من الفوضى حتى يسهل سرقة ثروات الشعب العراقي. فبكل تأكيد يجب الذي يقوم بهذا المهمة يجب أن يكون أشخاص يعني يقومون بتنفيذ يعني خدمة المصالح الأمريكية والإيرانية، هذه ببساطة. وأنا أتوقع كل يعني أغلب يعني يكون جماعة الموالين لإيران من هادي العامري وغيرهم فأنا أتوقع. ولكن سيد أبو عبد الله، البرلمان عزل مفوضية الانتخابات، أقالها بمعنى آخر، وعين مكانها قضاة منتدبين من أجل القيام بعملية العدوى الفرز. ما مشكلة القضاء إن قام بهذا الإجراء؟ مشكلة القضاء إنه أخي محمد يعني هو يجب أن القضاة يجب أن يعني يقوموا بما يريده الأمريكان والإيرانيين ببساطة، وإلا سيكون هناك يعني يصفون، يجب أن ينفذوا الأجندة الأمريكية والإيرانية، هذه ببساطة. نعم أخي محمد. يعني كيف ستكشف إن كانوا سينفذون الأجندة الأمريكية والإيرانية؟ عملية عد وفرز، إعادة لعد وفرز لأصوات الناخبين، كيف يمكن التلاعب بها؟ يا أخي محمد هم يتلاعبون بكل شيء، كل شيء ممكن. هم بأسلوب، هناك الترهيب والترغيب، هناك الترهيب أنه يعني ممكن يتعرضوا للقتل، والترغيب أو يعني يعطوهم خاوات، يعني يعطوهم مبالغ، فيعني سيتم حتى يعني هم أو يريدوا أنه حتى إذا يعني تم الكشف عن العدل عن التزوير سيكون هناك ربما يريدوا حرب أهلية، مزيد من الفوضى، ربما هذا اللي يريدوه. وإلا ما في أي ديمقراطية أو انتخابات في العالم يحصل مثل ما يحصل في العراق، يعني هذه كارثة. يعني معاناة الشعب العراقي إلى الآن لم ينتهي. انظر إلى أي دولة، يعني يأتي مثل ماليزيا، رئيس الماليزي يعني أو تركيا، شوف يعني الانتخابات تجرى يعني والناس نرى يعني هذه البلدان الشعب يعني ما في هيك مصائر مثل ما عندنا. فلا شك هناك، الله أعلم، يعني كانوا يريدون حرب أهلية أو مزيد من الفوضى حتى يسهل سرقة خيرات العراق. شكرا جزيلا أبو عبد الله، كنت معنا من لندن، شكرا للمشاركة. طبعا صحيفة الحياة اللندنية ذكرت أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيكشف عن نتائج التحقيقات في تزوير الانتخابات وإحراق صناديق الاقتراع في بغداد خلال اجتماعه المرتقب مع الكتل السياسية. في هذه النقطة نقف مشاهدينا الكرام لنتساءل عن الوعود الكثيرة التي أعطاها رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ توليه السلطة وحتى هذه اللحظة بفضح الفاسدين وكشف حيتان الفساد ومحاربتهم. السؤال للمجتمع العراقي، السؤال لمن يتابع الشأن العراقي، هل نفذ ما تحدث به أو أي وعد به حيدر العبادي في وقت سابق بخصوص كشف فاسدين أو محاربتهم أو قضية حيتان الفساد ومحاربة حيتان الفساد كما ذكرهم طبعا ووصفهم في تصريحاته؟ هل تابعنا الألف مليار دولار التي سرقت بعهد نور المالكي منذ الاحتلال وحتى عهد نور المالكي؟ هل تم إعادة هذه الأموال؟ هل عرف حيدر العبادي أين هي هذه الأموال؟ هل قام بالكشف للرأي العام العراقي أين ذهبت هذه الأموال؟ هل رأينا سياسي في السجون؟ هل رأينا من شاركوا في العملية السياسية داخل سجون الحكومة الحالية يعاقب بتهمة السرقة أو بتهمة القتل أو الفساد أو ما إلى ذلك؟ هذا هو السؤال. معنا اتصال، سيد أبو عمر بن السليمانية، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، بالبداية ذكرت أنه لمصلحة من يتم فرض وعد الأصوات. نعم. هذا القضاء اللي احنا عرفناه خلال 15 سنة، هذا ليس من أخلاقه وشأنه أن يقوم بإصدار هذا القرار.
هذا جت أوامر تعليمات أقسم لك بالله من أمريكا، قم بهذا أصدر هذا القرار، نفذ نفذ ولا تناقش، وأصدر هذا القرار. لكن هو ضرر إما رح يعود، الضرر رح يعود إلى خالي العالمي وقايش ونوري، هذول الثلاثة وياهم الأحزاب الأخرى الشيعية الموالية لإيران. بأي صفة كانت موالية سياسيا؟ سؤال أبو عمر، هل تتوقع أنه مدحت المحمود اليد اليمنى لنور المالكي يمكن أن يصدر قرارا قد يضر نور المالكي؟ والله أستاذ هذا مال هي مصالح، اليوم مصلحتي وياك أو صير وياك، اليوم مصلحتي هو مو وياك، أبيعك وأبيع الأول والثاني. هذا ماكو هالمسائل، هذا مصالح، هو هم ما يضيع مستقبل على مزوري أو هادي أو غيره أو غيره، هذا مصلحته فوق الكل. طيب أبو عمر، ما ملامح انتهاء هاي الشخصيات اللي حضرتك ذكرتها؟ يعني هادي العامري ونور المالكي المتحكم الفعلي بالميليشيات الموجودة الآن في العراق، نور المالكي كما ذكر في أكثر من مناسبة من قبل متابعين ومحللين، هذه الأشخاص التي ثبتت أرجلها في العراق عن طريق الجذور الميليشيات وغيرها، طبعا ثبتت جذورها في العراق عن طريق هذه الميليشيات، الأموال التي سرقت، العلاقات التي تمتلكها، علاقات قوية مع إيران، هاي الأشخاص شلون بالسهولة، خلينا نتكلم ببساطة، شلون بالسهولة يتم إنهائها بهذه الطريقة اللي حضرتك تفضلت بها؟ أستاذ محمد إذا تنطيني مجال بدون أن قاطعني خليك الله، حتى أفتهم منك أبو عمر، تفضل. عملية الفرز والعد راح تتم وراح تطلع النتائج، هي ليست لصالح نوري ولا هادي ولا قيس ولا بقية الأحزاب الموالية لإيران، هذا أولا. ثانيا راح يتم التفاوض عليها، هذه التفاوض مع هذه الأحزاب الموالية لإيران راح يقولون لابد أنتم طلعتم من خلال القضاء، أنتم طلعتم زورين، جئتم أما بيتم، هذا القضاء العراقي النزيه اللي صار له 15 سنة يحكم بالعدل، يحكم بالإعدامات، بالسرقات، بالقتل، بكل شيء يحكم، بدون أنا وسلك، عندنا شروط راح نخليكم ويانا، هاي الشروط إذا وافقتوا عليها أهلا وسهلا، ما وافقتوا عليها راح نعرف النتائج، القضاء راح يعرضها وراح راح نحرق الاول والثاني عليكم، الشعب نقوم عليكم مثل ما يقول، الشيعه والسنه وغيره وغيره نقومهم اساسا. اولا هم بالغاء الميليشيات، واذا من جماعه الجيش والشرطه، ماكو بعد لا قيس يصير والي ولا فلان يصير مثل ما يقول حاكم، ولا يصير قائد حزب ميليشيات، والميليشيات الشيعيه الايرانيه اللي جايه من ايران ومن لبنان ترجع الى بلدانها، طريق طهران بغداد أبو عمر هذا الكلام هذا الكلام هو افتراض أم يعني رؤيتك للموضوع أنه سيتم بهذا الشكل؟ لأنه إن كان افتراض يسمع أو يستمع، نسمع الافتراض، ولكن لغة الواقع تقول أمور مختلفة تماما عن اللي حضرتك تتفضل بها. لا يوجد أي دليل حاليا في العراق على محاولة إزالة الموجودين في السلطة حاليا من قبل أي طرف إن كان. الطرف الامريكي يريد يزيدهم خلاص، هذا تم اتفاق عليه قبل فتره، قبل سنه ونص تم اتفاق عليه، زين هذا تم اتفاق عليه وهذا النتائج ستطلع اليوم. هم قاموا بعمليات ماساويه كبيره، انقلبت الايه عليهم خلال 15 سنه استاذ محمد، الان انقلبت الايه عليهم، ولا نوري ابو ال 90 وغير ابو ال 85 وال 70، هاي وين راحت هاي نسب الاصوات؟ هذا كله اكاذيب باكاذيب، هم الان عندهم ورقه بيلعبوها استاذ. بالنسبه هذول اصحاب العشائر الشمر وغيرها اللي يختصون عوائلهم، قسما بذات الله هاي المعلومه انطيك اياها. يعني شكرا ابو عمر، شكرا، اشكرك للمشاركه. لدينا متصلين ينتظرون، معنا السيد ابو ياسر من اسطنبول، تفضل. مساء الخير استاذ محمد، عليك وعلى متابعي قناه الرافدين وبارك الله. حياك الله. أستاذ محمد، أنا بداية أقول أنه أكو فرق بين كلمة منتهي وفرق راح ينتهي، وراح أربطها بموضوع العد والفرز. المنتهي هذا ما إلى أي شارة، وراح ينتهي على قولتنا بيكت بي في المجال شارة يصير. شغلة الانتخابات هي شغلة محسومة وانتهية. يعني قبل شهرين برنامج قلت أنه الانتخابات ما بين هادي العامري وحيدر العبادي، وهذه العامري راح يتنازل
لحيد العبادي مقابل تنازلات. هسه هذا الموقف مال المحكمة الاتحادية، والذي ذكرنا من الدخل نور المالكي من خسر الانتخابات وياه عياد علاوي، بس حتى المحمود نعم. طلعنا في الصيغة القانونية وخلى نور المالكي هو اللي يقود البلد واللي وصلنا لهاي المآسي. نجي هنا من نقول كلمة منتهي، مع الأسف أنا عراقي أحكي لك يعني بلدنا منتهي نعم. أمورنا مو بيدنا، يعني أنت تصور الله يكون في عون البلد اللي مصيره بيد حلاق، يعني رياض البدران هو انت حلاق، والدليل انه هذا سعيد كاكي قال انت حلاق الرجل ما نكر، فالبلد اللي يقرر مصيره حلاق هاي نتيجه الانتخابات تصير هاي نتيجه. حتى لو حلاق، حتى لو حلاق هناك، حتى ان نتكلم عن ابسط المهن، هناك اشخاص اميون لا يقرؤون ولا يكتبون وقادوا دول وقادوا مجتمعات بفضل الصدق والامانه والنزاهه. لا لا، يعني مو مشكله انه هو حلاق لو جزار لو حطاب، يعني ما تفرق، المهم يكون شريف ونزيه. ولكن هل راينا هذه النماذج في العراق؟ لا لا، العلم واحد والمهنه واحد، انه هذا الفرق. يعني الكلام مالي من اقول انه مهنه الحلاقه هو مهدق نص من مهنه الحلاقين، لكنه من شخص بهذا المنصب يفرق. هذا ذكر بنور السعيد الحلاق ماذا قال؟ اريد ابني يصير وزير، قال له ما ممكن باشر عقبة يعيروك، يقول هذا الوزير أبوه حلاق ما نقول سعيد. هذا الموضوع. النتيجة صارت المحصلة النهائية، البلد كان غير مهيئ للانتخابات، وقبل 6 شهور هذه الشركة الكورية اللي جابوها، لأنه مو هي الشركة الأم، هي شركة أخرى. صارت عملية تزويد الانتخابات. حضرتك اتفضلت بداية برنامجك قلت عدد المشاركين صاروا 24%. نعم. هو رئيس لجنة النزاهة قال الانتخابات قال 44%، ذاك اليوم دكتور القاضي وائل قال المشاركين 19. إذا ناخذ الرقم 19، إذا عدد المشاركين بالانتخابات العراقية 19، خلي لكم رقم عدد 20، 25% مزور، هذا ايش قد صار؟ بقى 15%. 25% من ال 15% هو نتيجة الترهيب. إذا عدد المشاركين هم ما يتجاوزون 10%، وذلا ما يمثلون. هل تتوقع سيد أبو ياسر أن النتائج الحالية، إن كانت إعادة العدوى الفرز ستغير بهذه النتائج، هل تتوقع أن نرى مشاكل ربما قد تحدث من الأحزاب والكتل التي ربما قد تظهر حقائق وتكشف تزويرها للانتخابات أو تلاعب بنتائجها؟ جديد، يعني إن شاء الله نتمنى نحو الأحسن، لكنه العد والفرز اليدوي ما راح يغير أي شيء من نتائج الانتخابات. أشكرك أبو ياسر، شكرا جزيلا للمشاركة. أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي المنبر الشريف والعاملين. حياك الله. بالنسبة أنت سألت سؤال بالنسبة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، نعم. سألت قلت هم يحكي على الفساد من أول وجوده إلى هذا اليوم 4 سنوات يحكي عن فاسدين، نعم. لكن مثل يوم شفنا أنه طلع فاسد وإلنه أو أنطى اسمه أو حاكمه، يعني فهو إذن هو فاسد مثلهم، فهو هي الدولة كلها فاسدة، يعني مجرد كلام، مجرد تحذير إلى الشعب، وهذا الفرز العدو الفرز مجرد تحذير إلى شعب، لأن لا القضاة هم شرفاء ولا هاي الاتحادية راح يطلعون هذه، كل ما هنالك إنهم هم يخدرون الشعب ويلعبون على الشعب حتى يبقون في كراسيهم. طيب أم أزهار سؤال، تتوقعين بعد الانتخابات ما انتهت وهذه المشاكل التي حصلت وحرق أصوات الناخبين وتحالفات مفاجئة مثل الصدر وهادي العامري، طبعا مفاجئة للمجتمع اللي كان مقضيها يسمع بس تصريحات، تفاجأ بأمر واقع وهو تحالف بين جهتين تعتبر جهات ميليشياوية باعتبار الطرفين يمتلكون ميليشيات، هذا الموضوع تتوقعين ما الذي قد تخرج به هذه الانتخابات؟ يعني هل أكو تغيرات مهمة قد تحدث بهذه الانتخابات أم نفس الوجوه أو نفس السياسات بوجوه مختلفة؟ والله احنا متوقعيها من زمان، واحنا من زمان نقولها انه
أسمعك أم أزهار. إحنا نقول من زمان نتوقع أنه الوجوه نفسها موجودة، لأنه الصدر، الصدر هو لو ماشي عدل ما يتحد ويا العامري، العامر اللي دمر العراق 8 سنوات قاتل الشعب وكله مشيلات وكله حشد. فهو شنو ونفس الشيء الصدر، الصدر شنو هو؟ هم عنده مشيلات وهم عنده قتل ونهب وسلب. اول ما اجوا الامريكان هو قتل والسجون مملوءه بالسنه الموجوده. فهي هاي الحكومه لا تنفع. شكرا مزهار، شكرا، وضحت الفكره. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا وردتنا رسالة من السيد مبروك من الإمارات، هو مشارك مستمر، طبعا له التحية. وأيضا مشاهدينا الكرام طبعا للتنويه يمكنكم المشاركة من خلال خدمة الواتساب لإرسال رسائلكم النصية التي نقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. يقول أخي محمد، أما في العراق فبحسب مفوضية الانتخابات في إعلان أوليا لها بلغت نسبة التصويت في الانتخابات النيابية التي جرت الأسبوع الجاري نحو 44% ممن يحق لهم أو يحق لهم التصويت، وهي نسبة يشكك فيها كثيرون ويقولون إن نسبة تكاد أو بالكاد وصلت إلى 25%. ويقول أن المعلوم أن دعاة مقاطعة هذه الانتخابات نشطوا جيدا في مناوئة العملية الانتخابية برمتها والتي لم تتوقف بصددها مقالات الرأي التي نشرت عن الطائفية الفائضة في هذه العملية كلها أو كلها، وعما يحف بمرشحين متنافسين من سوء السمعة والتورط في الفساد. وتؤشر نسبة التصويت المعلنة إلى ضعف الإقبال العام على الرغم من الإنفاق العالي الذي صرفه مرشحون كثيرون ومن النشاط الدعائي الرسمي باتجاه دفع من يحق لهم التصويت إلى صناديق الاقتراع. هذا يدل على وعي الشعب بحقيقة هؤلاء الفاسدين وعمليتهم السياسية، ويجب وجود حكومة وطنية بها كفاءات وطنية، ووجب الانتفاضة على هؤلاء الفاسدين وقلعهم. لا ننتظر أو لا تنتظر منهم لا حق ولا باطل. أخي محمد، الشعب ينتظر أن ينتفض ضد هؤلاء الفاسدين وعمليتهم السياسية الفاسدة. السؤال، ما الذي ينتظره الشعب لكي ينتفض؟ يعني شعب لمدة 15 عاما يعاني من قضية السطوة، السطوة كانت إن سطوة حكومية أو سطوة ميليشياوية من العصابات والميليشيات التي غزت هذا البلد مع الغزو الأمريكي. الشعب يعاني من الفقر، يعاني من البطالة، يعاني من المرض، يعاني من المعتقلين وكثرتهم في السجون. المجتمع يعاني من انهيار اقتصادي. الآن بدأ ارتفاع أسعار النفط شوية ترحم بهذا البلد من ناحية الاقتصادية طبعا وليس بالمجتمع. البلد يعاني لمدة 15 عاما، هو يعاني على شتى المجالات وكافتها. ما الذي ينتظره المجتمع؟ نعم يعني هناك من سيقول بأنه خرج بمظاهرات إن كانت في 2013 وإن كانت في شباط 2011 في ساحة التحرير، ولكن ما النتائج؟ نحن نتحدث عن نتائج، لا يوجد أي تغيير. حتى المظاهرات التي قادها مقتدى الصدر مع أنصاره ومواطنين عراقيين كذلك اندمجوا في هذه المظاهرات، لعل وعسى قد تحدث تغييرا ما بهذه العملية السياسية وبهذه السلطة. خذلهم الصدر، تلاعب بعقولهم وضحك عليهم في أكثر من مناسبة، حتى وصلت كما تذكرون طبعا وصلت إلى أن اقتحم المتظاهرون البرلمان. ولكن ما الفائدة إن لم
تحدث هذه المظاهرات أي تغيير. المشكلة هي أنها تتوقف أو العمليات التظاهرية أو الاعتصامات تتوقف عند حد معين، ربما بترهيب، ربما بشراء لذمم، ربما بتلاعب بعقول الناس عن طريق أشخاص يحسبون في هذا المجتمع من قبل البعض بأنهم قيادات للأسف الشديد. عموما القيادي في تحالف الفتح عامر الفايز قال إن موافقة المحكمة الاتحادية على إعادة العدوى الفرز اليدوي سيدخل العراق في فراغ دستوري. طبعا هذا الكلام مباشرة خرج حيدر العبادي بعده ليرد على هذا التصريح ويقول بأنه لا فراغ دستوري في العراق، السلطة موجودة، البرلمان موجود حتى تشكل الحكومة الجديدة. يعني هذه السلطة ستظل خارج عن الشرعية طبعا لأنه انتهى العمر الدستوري لها، ولكن يقول لا فراغ دستوري معناها سيظلون في مناصبهم حتى أن تشكل الحكومة الجديدة. الحكومة الجديدة قد تشكل بأيام، بأسابيع، ربما بشهور، ربما بشهور. هكذا تدار طبعا الأمور في العراق بهذه الطريقة. هناك تعدي طبعا بشكل كبير جدا على القانون. يفترض بالانتخابات في أي بلد محترم في العالم أن تحدث وبعدها ب 48 ساعة تعلن نتائج الفائزين، خلال فترة لا تتجاوز شهر تشكل، إن كانت طبعا في بلد يعتمد على التحالفات السياسية يشكل التحالف، ثم بعد ذلك يدخل البلد في عملية سياسية جديدة. ولكن في العراق الموضوع مختلف، لا أعلم حقيقة ما طبيعة التفاهمات التي جرت قبل هذه الانتخابات وبعد الانتخابات لتحدث هذه المتغيرات. يفترض أن تكون كل جهة على علم بحليفها قبل الانتخابات، ولكن هناك دائما متغيرات. في العراق الأمر مختلف تماما، تنتهي الانتخابات بشهور، تعلن النتائج بشهور، تشكل السلطة. يعني الأمر يسير وفق سياسة غاب كما قال لطيف القاضي وائل عبد اللطيف. أيضا لدينا طبعا حديث طبعا بالحديث طبعا عن قضية الانتخابات. كما ذكرنا حيدر العبادي كان قد ذكر إلى أن الحكومة لن تدخل في فراغ دستوري، السلطة مستمرة حتى يصادق على الحكومة الجديدة بنوابها طبعا بنوابها، وبعد ذلك تشكل السلطة بناء على التفاهمات. النائب رحيم الدراجي أكد وجود أدلة تثبت تنسيق أحزاب سياسية ودول لم يسميها طبعا بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ذكر أن هناك أحزابا لا يمكن أن تصل إلى المقاعد البرلمانية التي وصلت إليها في هذه الانتخابات وفي الانتخابات السابقة، وبين أن وصول تلك الأحزاب إلى المقاعد يثبت ويدل على حصول عمليات تزوير وتلاعب كبيرة في نتائج الانتخابات. هو لم يضف شيئا جديدا، ولكنه يعني يتحدث بلغة الشارع الآن، بلغة الواقع الآن. يعني هو لم بهذا التصريح لم يضف لما يعلمه أو ما يعرفه الجميع بقضية التزوير الذي حصل في هذه الانتخابات، لم يضف أي جديد، ولكنه خرج بتصريح قد يؤكد فقط لا غير. معنا السيد أبو ناصر من تركيا، تفضل. أخي العزيز حياك الله أبو ناصر. أخي العزيز يعني إيش ما يصرحون، إيش ما يقولون، إيش ما يطلع مسؤول ينزه بالانتخابات. هو الشعب العراقي بصورة عامة والعالم كله عرف بأنه الانتخابات هي مزورة، وحكيناها وأكثر من مرة حكيناها، قلنا هاي الانتخابات مزورة، وناشدنا الناس وناشدنا أخواننا بالعراق بصورة عامة، يا أخوان رجاء قاطعوا هالانتخابات هاي، لأنه نفس الوجوه هي موجودة، نفس الوجوه راح ترجع لنا وما راح يقدمون لنا شيء. لكن مع الأسف اللي راحوا وشاركوا بالانتخابات شافوا النتيجة هسه شنو هي اللي حصلوها. أبو ناصر، المحكمة الاتحادية مدحت المحمود يعني أصدر القرار بأنه قضية حذف الأصوات للناخبين أو إبطال أصوات الناخبين بالخارج والانتخابات الخاصة بكردستان العراق هو أمر مرفوض، يجب أن تبقى هذه الأصوات لأنه ستضر بأعداد المصوتين طبعا بالأرقام الموجودة، وحرام أنه يتم حذف هذه الأصوات لأنه الناس تعبت وانتخبت. طيب، هل تعتقد بأن هذه الخطوة التي اتبعتها أو التي اتخذتها المحكمة الاتحادية بقضية إبقاء هذه الأصوات يأتي من باب حسن النية بإبقاء هذه الأصوات لعدم ظلمهم بالانتخابات، أم لأنها إن حذفت هذه الأصوات فعلا فأنها ستكشف واقع
حقيقي مرير ربما قد يكون لهذه الانتخابات التي جرت. محمد احنا هنا كنا يعني بوقت الانتخابات هنا بتركيا وشفنا التزوير شلون صار وشفنا شلون اشتروا اصوات الناخبين، فكلها تنكشف هاي. وبعدين هو مدحت المحمود هو بالاساس هو انسان مثل ما قال علي اليوم احد الاخوه، هو ايراني، هو انسان ايراني، وهو القضاء هو بالاساس مسيس. لا محكمه اتحاديه عندنا نزيهه ولا عندنا لجنه انتخابات نزيهه. احنا بعيوننا الله وكيلك شفناهم شلون زوروا الانتخابات وشلون اشتروا الاصوات وشلون قاموا يغلقون ابواب مراكز التصويت وشلون يصيحون على الناس، كلها هاي شفناها بعيوننا وقلنا وحكيناها وقلنا هاي الانتخابات والله العظيم مزوره وما بيها اي نتيجه ولا تشاركون بيها. وهسه طلعت عليهم وهسه تشوف انت الحال اللي يعيشون به. طلعت قائمه السائرون انتخبت بالانتخابات الاخيره، قاموا يحومون حولها منا ومنا، مقتدى الصدر اللي كان يطعن بهادي العامري تحالف ويا هادي العامري ومن هالشغلات هاي. وما دام قاسم سليماني موجود الله وكيله كل شيء ما يصير بالعراق بخير. طبعا طبعا نضيف فقط ان من ذهب للتصويت في هذه الانتخابات بحسن نيه، طبعا من الاشخاص الذين ذهبوا للتصويت ربما قد تكون للمره الاولى لهم باعتقادا منهم أنهم قد يغيروا شيئا في هذه العملية السياسية. هؤلاء هم أنفسهم الآن يعتبون ويهاجمون الفساد والتزوير الذي حصل في هذه الانتخابات والصدمة التي تملكتهم عندما رأوا أحزابا انتخبوها اعتقدوا أنها قد تفوز ولكنها لن تفوز ولم تفز في هذه الانتخابات، وإن فازت فإنها لن يكون لها تأثير كبير في هذه العملية السياسية. صدمة كبيرة لهؤلاء. طبعا كشفت واقع أن في العراق كما قال إياد علاوي في وقت سابق يتم الموضوع عن طريق تفاهمات دول إقليمية ودولية باتخاذ أو باختيار الشخص المناسب. أبو ناصر، الآن تعتقد بأن عملية العدوى الفرز قد تنعكس بإيجاب أم بسلب على الشارع العراقي؟ هناك تهديدات بإشعال حرب أهلية إن لم تأتي الرياح بما تشتهيه سفن الأحزاب التي شاركت بهذه الانتخابات. الاحزاب هي نفسها، هو هذا نور المالكي مو طلع بوقتها وصرح وقال اذا صار شغلات الانتخابات وصار بها تزوير راح يصير حرب اهليه. صحيح. يعني هو يهدد لي قدام يهدد بحرب اهليه، ما كفى الحرب اللي سواها، ما كفى الدمار اللي دمر به البلد، ما كفى دخول داعش، ما كفى كل شيء، فهسه يهدد بحرب داخليه. وبعدين حتى اذا عادوا العدو الفرز اليدوي استاذ محمد اي نتيجه ما راح تصير، المقاعد محسومه وانتهت هي من البدايه، لكنه الخاسرين اللي موجودين وخسروا بالانتخابات يحاولون يلقون اي فرصه لهم في سبيل يعودون مره ثانيه. وهم كلهم الموجودين الشعب رافضهم وما يريدهم، وانا اعتب على الاخوان اللي تقول حضرتك تقول بانه شاركوا لاول مره وكانوا يتاملون تغيير. يعني انتم ما عشتوا هذا الواقع المرير اللي عشناه احنا، ابائكم اعمامكم اصدقائكم ما قالوا لكم احنا ترى اذا رحنا انتخبنا راح ترجع نفس الوجوه؟ يعني شغله مبينة يا استاذ محمد الله يخليك، المفروض هي المقاطعه من البدايه واخلي هالحكومه تنزاح وكفى الله المؤمنين. شكرا ترى. ابو ناصر شكرا جزيلا. سيد ابو حسن من بغداد تفضل. السلام عليكم اخوي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك، اخي هاي الانتخابات باطله. هم يعني هو لما يكون الاحتلال شنو الاحتلال؟ الاحتلال يعني تدمير بنى البلد، يعني الهيكل البلد، هيكل البلد كله يتدمر. هذول يريدون الحكم باي وسيله وباي اسلوب. ما يهمهم ايش قد يقتلون، ايش قد يهجرون، ايش قد يذبحون، ايش قد يجوعون، ايش قد يعني يخلون الناس هسه يعني اي دوله بالكون، اي دوله. يعني لما تشوف الشعب هذا يعني كان على اساس كان مظلوم بالنظام السابق وكله كذب. كان قالوا يابا هذا الشعب خلينا نغير به. بس هذول تغييرهم حروب طائفيه، قتل، ترهيب، تجويع، تدمير الانسان العراقي. فهي الانتخابات اخي كلها باطله. وبدليل تصريحاتهم يعني بعض منهم عدين يعني على اساس هم وطنيين، كلها كذب هم هذول. يعني هم واحد مرتبط بالنهار، واحد يحكي ضد الله، بالليل يجتمعون على طاوله واحده ويسولفون كانه كل شيء ما صاير، فيضحكون على الشعب يا اخي محمد. الشعب شرد، يرد انتفاضه. نعم
سيد أبو حسن، كلمني عن موضوع الانتفاضة، يعني استمعنا إلى هذا الرأي كثيرا حقيقة من مشاركين معنا في برامجنا كافة تفاعلية عن قضية العراق، يجب أن ينهض العراقيون، يجب أن يفوقوا، يعني ما الوسائل المتاحة الآن لدى المجتمع العراقي؟ إن كان إن خرج بتظاهرة قمع بقوة الرصاص الحي والسلاح، كيف يمكن أن يغير؟ أخوي غير أسانة دحكي أسى، يعني شلون تحذرون؟ خلنا نحكيها أنا ما خاف بس من رب العالمين. أي مسؤول أي رتيل ينضرب في المقصف في العراق، أي رتيل خليهم مثل الجرادية ببيوتهم قاعدين. حتى لا يقال أبو حسن، حتى لا يقال بأنه هناك ترويج لعنف وعمل عسكري ومسلح وما إلى ذلك من هذا الترصد والتربص لحديث الناس وما يعرض في شاشتنا من أفكار ربما قد تكون بحسن نية تؤخذ بسوء نية من قبل البعض المتربصين. هناك رأي من مواطن عراقي عرضناه في وقت سابق وقلناها أكثر من مرة في برامجنا. هناك مواطن عراقي اعترض على موضوع سلمية التظاهر، قال بأن التظاهر يجب أن لا يتم بشكل سلمي، يجب أن يكون بشكل يري هذه الحكومة أو يري هذه السلطة بأنه قادر على التغيير، يجبرها على الخضوع والخنوع، إن كان باعتصام، قطع طبعا مقاطعة عمل، قطع طرق، يعني بهذا الشكل قد رآه البعض بأنه الطريق الأنجح، ولكن أن يظل المتظاهر العراقي رافع شعار سلمية سلمية، شكرا أبو حسن، رافع شعار سلمية سلمية بهذا الشكل وهو يعتدى عليه ويضرب بالرصاص الحي ولا يوجد رأي عام دولي يسلط الضوء على هذه التظاهرات، تحجب المظاهرات الموجودة في العراق من وسائل الإعلام العربية والدولية حتى لا تتبين الحقيقة، إذن هناك مخطط دولي معناه لإبقاء هذا المجتمع يهان، يعذب، يعتدى عليه بشتى أنواع الطرق. وسائل التواصل الاجتماعي الآن تنشر الخبر كالنار في الهشيم. الموضوع الذي ينطلق في العراق خلال دقائق يصبح ربما عند أغلب العراقيين حول العالم وليس فقط في العراق عن طريق خدمات الفيسبوك وغيرها من هذه الأمور، ولذلك الآن الثورة المصرية انتشرت عن طريق الإنترنت 2011، ولذلك قامت السلطة وقتها بقطع هذه الخدمة حتى لا تسبب طبعا انتفاضة أكبر بالنسبة للشعب المصري، ولكنها انطلقت وجرت. عموما معنا اتصال ابو مصطفى من الموصل، تفضل. الو ابو مصطفى، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد، استاذ عزيز، يعني اذا انتخبنا او ما انتخبنا، اذا عادوا الانتخاب ام لم يعودوا يعيدون الانتخاب، فلا جدوى في هذه الحكومه، نفس الوجوه حتبقى ولا يتغير شيء بالعراق. لأنه لو تجي أنتم بعيدين عن الواقع العراقي، الواقع العراقي ما يدري إلا الباطن، يعني يصبح صباح وإلى المغيب هو يركض وراء لقمة العيش ما مدبرها، لأن هناك عطالة كثيرة للمجتمع العراقي و كثير من الناس يعني تعبانين نفسياً، حتى ما لهم ما يسمعون الاخبار اللي حول الانتخابات. اللي تجي حقيقه الانتخابات هم اصلا مزورين الانتخابات، ماكو 20% المنتخبين. ولكن دوروها سوى 30 ووصلوا الى 40 قد يجوز، ما له كله تزوير، ماكو واحد فيهم. برايك ابو مصطفى عمليه اعاده العدوى الفرز اليدوي التي ستجرى في هذه الانتخابات ستخدم من؟ من الذي سيستفيد من هذه العمليه؟ تخدم الاستعمار المجوس الصهيوني الأمريكي. شلون أبو مصطفى؟ وضح لنا شلون. أوضح لك، يعني ما يشتهون الاستعمار هو اللي يضعونه، أما إحنا ما لا إرادة إلنا، لا رأي إلنا، لا كلام إلنا. تحكي رجل يقول لك هذا إرهابي، تحكي رجل يقول لك هذا داعشي، يعني ما لك أي نفوذ، ما لنا أي شيء. 60% 70% الشعب العراقي جوعان. أنا فلاح وأحكي لك عن وضعنا حاليا، يعني فلاح السنة يرقب على راسه من الطيب اللي شافوا السنة، من كل الحاصل السنة قلت
فتح علينا ايران وتركيا حدودها يعني ومقبل الفلاح تجي العامل ماكو عمال يشتغل كل النهار 5000 يوم يترجى من الحكومه النفط. تعال شوف ايش صار اخبار بالعراق على الطلاع بالشمال اكثر من 20 بئر تنقطع بالاحتلال اليوم وين هذا النفط بس هذا في العراق وحده. شكرا ابو مصطفى شكرا لرايك. طبعا نقرأ رسالة من مشارك معنا يقول أكو شعب بالعالم يرضى أصواته تحت التحقيق والعملاء واللصوص وأصحاب العصابات يتقاسمون السلطة فيما بينهم، يقصد على قضية عملية إعادة العدوى الفرز. يقول أين دور المرجعية؟ طبعا المشارك معنا ومعظم الأحيان حقيقة يوجه غضبه ربما تفاعله مع المرجعية الموجودة في النجف. يقول أين دور المرجعية من هذا الموضوع؟ عفوا، إذا الشعب متخلف ومحكوم بفتاوى العمايم إلى أين يذهب العراق؟ إلى الجحيم؟ أما يكفي يا شعب؟ اسحلوا تجار الدين واللصوص بالشوارع واتحدوا تحت راية العراق كفى مهزلة. معنا السيد أبو سلام من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالك حلو، من المستفيد من هاي العملية الجديدة العدو الفرز؟ تفضل. هاي العملية هسه كلها بمجملها كلها كلها بمجملها على مود حتى سليم الجبوري يصعد. سليم الجبوري فشل بديالة ما انتخبوه وفشل هنا ببغداد ما حد انتخبه. نعم. تحالف ويا الأحزاب الشيعية، تحالف ويا الكراد، تحالف ويا كذا، خبص هاي الجو كلها، سوى هاي الخطة كلها حتى من جديد يرد يصعد بلكي بتزوير بغيرها بغيرها بغيرها. وهاي كل المسألة تقصد سيكون من تقصد سيكون من المستفيدين وليس المستفيد الوحيد. أكيد البقية هم لهم أكو صفافات وأكو تحالفات وكذا، لكن هاي هو سيقودها فقط سليم الجبوري. هاي الخطة فقط يقودها سليم الجبوري. يعني حتى الأحزاب الشيعية الحاكمة ما لهم صالح بكل هاي الهوسة، مصالح ضيقة، لكن المستفيد سليم الجبوري الاستفادة الأكبر. بس مش عن الجبوري قال في وقت سابق وعرضناه قبل بداية الحلقة بقليل بأنه شكرا أبو سلام فقدنا الاتصال. مشعل الجبوري نائب برلماني قال في وقت سابق بأنه السنة في العملية السياسية هم كومبارس، طبعا وجودهم مثل عدمه، لا يفيدون من العملية أو لا يخدمون في العملية السياسية شيء سوى أنهم موجودون على كراسي لملء الفراغ فقط، وهناك امتيازات طبعا يتحصلون عليها مقابل السكوت ربما، يعني ربما هناك من باع ضميره من أجل المال، والباقيين هم من أجل الاستفادة الشخصية طبعا ليبقوا بمناصبهم، يتمتعون بحصانة وحماية ومخصصات كثيرة جدا، وتقدر طبعا أموال مخصصات النواب البرلمانيين بمليارات الدنانير العراقية. إذن مشاهدين الكرام كان هذا ما لدينا في هذه الحلقة من منبر الرافدين، طبعا إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم من أجل الحديث بمواضيع مختلفة تمر فيها الأسبوع القادم لكي نناقشها إن شاء الله في حلقتنا القادمة. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.